بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نفتتح في هذه الليلة المباركة مع مدخل شهر رمضان الحديث عن جانب مهم في ما يتعلق بشأن تفسير القرآن، القرآن العظيم الجامع الحاوي لكل متطلبات الحياة الدينية والدنيوية، الحياة التي نعيشها والحياة الأخروية. وكون الإنسان يتبع التفسير من كل جوانبه، هذا يحتاج إلى نسبة من الوقت ويحتاج إلى نسبة من المتابعة. وقد استغنينا عن هذا الترتيب لما يوجد في كتب التفسير من التفريعات والتفصيلات ومتعلقاتها، وأحببنا أن نركز في هذه العجالة في هذا الشهر حول السور التي لها ارتباط بدراسة فقه التحولات. وبالطبع كل القرآن يخدم هذا العلم، والعلم هذا أيضا يخدم هذا التوجه في كتاب الله. لكن هناك دلالات على اهتمام هذه السور بخصوصيات المسميات، لأنها من عجائب القرآن أن هناك سور لها أسماء، بمعنى أسماء رجال، وأحيانا يكون أسماء نساء، وأحيانا يكون أسماء أسرة، كما هو في ما سنبدأ به من سورة آل عمران. وسنبدأ بسورة آل عمران مع أن قبلها سورة البقرة، لكن لأن الموضوع الذي سنتناوله في هذا الجانب يخص ما وصفناه بفقه المسميات وتخصيص القرآن لكثير من السور في ذكر بعض الأسر أو ذكر بعض الأفراد وما يتعلق بهذا الذكر من حكمة، بدأنا بهذه السورة تحت هذا المفهوم وهذا المدلول. فنفتتح قراءتنا من كتاب التفسير المعروف بصفوة التفاسير للشيخ الصابوني متع الله به. واختيارنا لهذا الكتاب لا يعني أنه أفضل الكتب أو أنه مثلا يختلف اختلاف آخر أو أفضل عن غيره من كتب التفسير، بل إن كتب التفسير كثيرة ومفيدة ونافعة، وما من كتاب من كتب التفسير سواء كان من التفسير المبسوط أو التفسير المختصر إلا وفيه من النفع والإفادة ما لا غنى عنه. لكن لأن هذا الموضوع المتعلق بما سمي بفقه التحولات وما سمي بفقه المسميات وما يعرف في هذا العلم بمفهوم فقه المناسبات أيضا، فهذا يجعل تحديدنا لهذا النموذج من القراءة مخصوص بهذا الأمر، ليمكن لنا أن نستعرضه خلال الشهر فنخرج بخلاصة من خلال متابعة السور ذات المسميات. فهذه السورة التي بين أيدينا، سورة آل عمران، هي سورة مدنية وعدد الآيات 200 آية. وعندما ننظر في التحديد المكاني، لأن في عندنا تحديد مكاني وتحديد زماني، فنجد هنا أن سورة العمران حددت مكانا، أي بمعنى أنها من السور التي نزلت بعد الهجرة. لأنه لما يقول في القرآن أو في الإشارة أنها مدنية، فتعريف القراءة المدنية أنه كل ما نزل بعد الهجرة، ولو كان نزل حتى في مكة في العام الفتح،
فإن القراءة تطلق على المرحلة. هذه كذلك فائدة في فقه التحولات، أن نجد أن تقسيم القرآن مبني على التحول، على فقه التحولات. فكل ما كان بعد الهجرة يسمى مدني، وكل ما كان قبل الهجرة يسمى مكي. هذا التفصيل في التعليل مختص بالمسألة المكانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسورة هذه الذي نتحدث عنها في هذا الملخص هو ما يخص استعراض عام لمهمات هذه السورة. وقد ذكرت لكم أن اختيارنا لكتاب صفة التفاسير أن المؤلف خفف على الراغب في قراءة ملخص مفهوم السورة في ما سماه بين يدي السورة. كل سورة من سور القرآن جعل لها مقدمة يمكن للراغب في الاطلاع على مفاصل السورة ومهماتها يرجع إلى هذا الجزء من كلمة بين يدي السورة، فسيجد الخلاصة المفيدة في هذه الإشارة. ثم من هذه الخلاصة يخرج المراجع أو المطالع أو طالب العلم أو الراغب في التوسع في مفهوم التفسير إلى ما هو موجود من التفسير في هذا التفسير أو في غيره للسورة هذه أو لغيرها من السور. هذه السورة، سورة العمران، اشتملت كما ذكر المؤلف على ركنين هامين من أركان الدين، بمعنى أن هنا توظيف من المفسر لمواقع القرآن ولوظائف السور، وهذا من الأمور التي ربما لم يسبق بها كثير من العلماء في فن التفسير. فهو يضع الربط المباشر بين القرآن وبين الركنيات الأربعة التي يشار إليها بأنها الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة. هنا مدخل أنه وصف هذه السورة بأنها تخدم ركنين من أركان الدين. الركن الأول متعلق بالعقيدة، وهو ما نسميه بعلم الإسلام، لأن الإسلام والإيمان والإحسان يختص بعلم العقيدة اللي هو الإيمان، والإسلام يختص بعلم الشريعة، والإحسان يختص بمراتب السلوك، والعلم بعلامات الساعة يختص بالمتناقضات أو النقائض والمتغيرات. فيشير هنا أن هذه السورة، سورة آل عمران، تختص بإقامة الأدلة والبراهين على مسائل العقائد، وأن وظيفتها أو من وظيفتها أنها تعالج وتناقش قضية العقيدة، يعني بمعنى أنها تتكلم عن قضايا الإيمان. فمهمتها في هذا المعنى تشير إلى الاهتمام بأمر العقيدة. الثاني أمر التشريع، وأمر التشريع يتعلق بكل ما فرضه الله على هذه الأمة من الأحكام الشرعية. على سبيل المثال، من الأحكام الشرعية فرضية الجهاد، ليست فقط مثلا فرضية الصلاة والصوم والحج والزكاة، فرضية الجهاد جزء مما فرض، كتب عليكم القتال، فهذا الكتابة بمعنى فرضت عليكم. فمن وظائف هذه السورة أنها تعالج مسألة الفرضيات الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وعندما يمر القارئ في السورة سيجد هذا البسط واضح ومبين في هذا الأمر. أيضا كذلك في لفتة نظر إلى سورة البقرة هنا، أننا عندما نقرأ سورة البقرة، وإن كان هنا ليس موضوعنا لكن هو من الاستطراد المفيد، فهناك سورة البقرة تكلمت عن أمور متعلقة بوظائف الركنية. فإذا كان سورة العمران تناولت الشريعة وتناولت العقيدة، فسورة البقرة تناولت نموذج آخر من التفسير، أو نموذج آخر من المعالجة في مواضيع الحياة. الموضوع الأول الكلام عن أهل الكتاب وهم اليهود، وكانت وظيفة سورة البقرة منذ بدايتها إن الذين كفروا وما بعدها
تتكلم عن قضية الإشكال الموجود لدى اليهود ونماذج الكفر التي بلغوا إليها ومجادلتهم أشد المجادلة لأجل إقامة الحجة عليهم. هذه واحدة من وظائف سورة البقرة. الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم النصارى، كذلك قامت هذه السورة يكاد أن يكون نصف سورة البقرة في مجادلة أهل الكتاب بقسميهم، أهل الكتاب اللي هم اليهود، أهل الكتاب اللي هم ليه اللي هم النصارى، وبسط الأمور التي وقعوا فيها بعد نزول القرآن، أي مواقفهم الشرية والرافضة لدعوة القرآن ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به بعد أن قامت عليهم الحجة بنزول القرآن، لأن القرآن كان مساند وداعم لما جاءهم في التوراة ولما جاءهم في الإنجيل بل ولما جاءت به الكتب السماوية كلها. لكن هؤلاء من مكرهم وخديعتهم وفشلهم كفروا بالله لما لم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت سورة البقرة تحاججهم وتكشف حقيقتهم. وعندما يقال تكشف حقيقتهم أي بمعنى أننا أمام توثيق شرعي عن فشل طائفتين من طوائف أهل الكتاب. معنى فشلهم أي أنهم لم يكونوا في مستوى المسؤولية. الله سبحانه وتعالى كلفوا بمسؤولية وهي مسؤولة إقامة الشريعة الموجودة في كتبهم كالتوراة والإنجيل، ومن الشريعة ومن الأمانة التي يكلف بها إخبار الناس برسالة النبي محمد. فربما كانوا في البداية يتكلمون عن النبي محمد ويمدحون، لكن عندما ظهر النبي من العرب والإشكال أن هناك عند البشر أثر عرقي وهو كراهية العرق الآخر، فقد يكون لدى بعض العرب أيضا كراهية للأعجام، وقد يكون بعض الأعجام لديهم كراهية طبيعية للعرب، والإسلام بل والأديان عالجت هذه المشكلة وأبعدت صفة العرقية عن قلب المؤمن، وأنه يجب كل مؤمن سواء كان من العرب أو كان من العجم أن يخرج من دائرة العرقية في النسبة وفي البلد وفي الفكرة والديانة، فلا بد أن يتحرر منها ويلتزم بها في التعارف وفي معرفة أسماء الناس وقبائلهم ومتعلقاتهم وانتماءاتهم. هذه ليس فيها إشكال أن ينتمي الإنسان إلى أهله وأبائه ويقول أنا عربي أو يقول أنا مسلم أو يقول أنا من بلد كذا أو عرقيتي كذا، ليس إشكال. لكن الإشكال عندما يكون نفي الآخر أو تفضيل الآخر على الآخر، أو الوقوع فيما وقع فيه والعياذ بالله اليهود والنصارى أنهم لما رأوا النبي من العرب رفضوا الدين على اعتبار أنهم يريدوا أن يكونوا هم أهل الله، هم أهل الرسالة وليس نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت هذه السورة كما سمعتم تناقش هذا الإشكال الذي يوجد لدى اليهود ولدى النصارى. وبالطبع لما يتناول القرآن وخاصة ما يتكلم به عن هذه الفئات، إذن دلالة على أن جزء من معركة القرآن في هذا الوجود في هذا العالم إقامة الحجج على الشعوب وتثبيت الأمة المحمدية أمة القرآن. أولا نريد أن يثبتها لتعرف وظيفتها الشرعية التي كلفوا بها كمسؤوليات كمثل ما كلف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كلفوا بعدة مسؤوليات سواء كان في علم العقائد أو كان في علم الشريعة وأحكامها أو كان في مراتب السلوك. كلف الله الشعوب السابقة من خلال الكتب السماوية بذلك. لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورثت هذه الرسالات السماوية السابقة من خلال الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا بذلك مسؤوليات. وصفها الله في القرآن من سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيكون من الأمانات مسؤوليات الرسالات سواء كان في المباشرة للعمل والالتزام بها أو كان مباشرة الرسالات في الاعتراف بحق الآخر، الاعتراف بالأنبياء، الاعتراف بالأمم السابقة، الاعتراف بالكتب السماوية. هذا شيء صار جزء من العقيدة عندنا في أركان الإيمان
يكاد أن يكون استوعبت هذه المسائل المتعلقة باليقينيات الكبرى التي يجب الإيمان بها. فأمة محمد تحملت هذه المسؤولية. إذن الله سبحانه وتعالى في السورتين, في سورة البقرة وفي سورة آل عمران, تناول هذه المسألة ببسط, بزيادة في الشرح, بزيادة في العرض, بزيادة في هذا الشأن المتعلق بإقامة الحجج. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن ويكتبنا إن شاء الله من أهله ومن دارسه, وخاصة في هذا الشهر شهر التنزل الذي نرجو مولانا أن ينزل على قلوبنا شرف المعاني إن شاء الله وسلامة المباني وحسن التعلق بالمولى وبكتابه وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبكل من اصطفاهم الله في هذا الوجود, ويجعلنا نصيب وافر من الخير والعطاء والبركة والتوفيق. يقبل منا لكم الصيام والقيام, يكتب لنا ولكم في الخيرات أعلام, ويجنبنا المعاصي والأثام, يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه إن شاء الله كمال التوفيق لما يحب ويرضى في هذا الشهر الكريم. يعطينا إن شاء الله من بركات عشر الرحمة ما فيه إن شاء الله نصيب وافر من التراحم والتحابب في ذات الله. يفتح على طلبة العلم فتوح العارفين, فقهنا وإياكم في الدين, علمنا التأويل اشركنا خير السبيل, ادخلنا مع خيرجين, اشركنا في دعاء الصائمين والقائمين والعاكفين والركع السجود والمعتمرين والزائرين لسيد المرسلين وعباد الله الصالحين من المتهجدين والقائمين في ليلهم ونهارهم, يقسم لنا بالحظ الوافر من كل عطاء باطن وظاهر, ويقبلنا مولانا على ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا, ويكتبنا إن شاء الله نصيب وافر من البركات والخيرات الظاهرات والباطنات, ويغفر لوالدينا وآبائنا ومشايخنا المتقدمين أجمعين, تغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة, يختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا مع تمام الصحة والعافية. اللهم آمين ظاهر وباطن بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.